العالم الواحد بيقدر يسعد الاشخاص. انت اليوم اسعدتنا كثير وبرضه في اشخاص كثير حنستمدن. هلا نحن جايزتنا اليوميه ببرنامجنا 200,000 جنيه، 100 لاحد المحظوظين اللي بيجاوبوا صح على سؤال حلقتنا، و100 ثانيه نجمنا اليوم راح يتبرع فيها لاحد الجمعيات الخيريه. رامي حابدا بسؤال الحلقه وبتقدر تفكرت اي الجمعيه الخيريه اللي بتحب تتبرع لها بال100,000 جنيه اللي معك. سؤال حلقتنا النهارده سؤال مسابقه كثير حلو، وما هو الاسم الحقيقي للفنانه يسرى اللي بنحبها كلياتنا؟ سيفين، نيفين أو سيرين. ابعت رسالة من أي تليفون محمول على الأرقام التالية: من مصر 95451، من المغرب 9229، برقم الإجابة الصحيحة لتربح 200,000 جنيه يوميا. جايزتنا هي 200,000 جنيه، اللي حيجاوب صح يكسب 100,000 جنيه. وأكيد بقول لكم حظ سعيد. ابعت رسالة من أي تليفون محمول على الأرقام التالية: من مصر 95451، من المغرب 9229، برقم الإجابة الصحيحة عشان دي فرصة تكسب كل يوم 100,000 جنيه. ما هو الاسم الحقيقي للفنانة يسرى؟ سيفين، نيفين، سيرين. فكرت حتختار أي جمعية؟ اختار مستشفى الناس. والله يشفي كل الأطفال يا ربي، ويطمن قلب أهلهم عليهم. هيدي هي أجواء رمضان، فعل الخير، الدعاء والسعادة. يا ربي دايما تكون أيامنا حلوة، ما بدنا أبدا حدا يكون زعلان. وهيدا هو سبب وجودنا معكم.